السلام عليكم، مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناة المسفوية. اليوم نشارك معكم بقولة بطريقة سهلة في 10 دقائق كتوجد بدون مجهود مع غديوة سريعة. نتمنى الفيديو يعجبكم. انا خديت البقولة ديالي 3 الربطات، نقيتها وغسلتها اكثر من 4 المرات في الماء وخليتها ليلة كاملة كتسقطر في هاد الشبكة على هاد الشكل. البقولة ديال السقي ماشي ديال الشتاء، لان باقا ما كبراتش ديال الشتاء. هنا كناخدها وكنقطع هذوك العويدات اللي كيكونوا السيقان ديولها، الا كانوا غلاض كنحيدوهم نزولوهم، الا كانوا جدور هذوك الغلاض كنحاولوا نحيدوهم. وبالنسبه للعويدات الرقاق كنحتفظوا بهم هما الوريقات لانهم يكونوا زوينين وداغي كيطيبوا. كناخد هذوك الوريقات غير كنعاون بالموس، كنقطعهم واحد شويه وكنستعن بالهاشوار لانه هو الحل ديال هاد الخبيزه اللي ما تاخذش منك الوقت وما تاخذش منك المجهود. كنا في الاول كناخذوا الخبيزه وكناخذوا كناخذوا ديك القطعه ديال الربيع، قطعي ما تقطع، والوقت والعيا كتقولي فيها المجهود وفيها تمره بلا ما نديرها. دابا الهاشوار سهلها على المراه، يعني كتشري الخبيزه وكدوزها في الهاشوار سهله وسريعه، في 10 دقائق تقدر تحضرها لوليداتها. هنايا كنكمل بهذه الطريقه، كناخد الخبيزه العويدات نقطعهم بوحدهم، وبالنسبه للوريقات غير كنقردهم عشوائي هكا غلاض وكرمي في الهاشوار، والعويدات كنقطعهم واحد شويه كنعاون الهاشوار باش داك تسحقهم ليا. ولا يمكن لك تقطعي السيقان بوحدهم كاملين تلوحهم في الهاشوار باش يتسحقوا مزيان، والوريقات تجمعيهم كامل في دقه واحده في مره واحده غير تضربيهم بالموس على جوج المرات 3 المرات ترميهم بوحدهم في الهاشوار غير كي يتنيلوا، يعني خاصهم ما يتسحقوش بزاف. صافي كنكمل بهذه الطريقه حتى كنسالي الخبيزه ديالي كامله. كنحاول انني مني نبدا نطحن ما نسحقهاش مزيان، نديرها غير في النمره واحد. ومني كتكون كطحن كناخذ واحد الموس واحد المعلقه وكنحرك من الفوق لتحت. ديك اللي طحنات ليا هنا راه بديت كنطحن، ديك اللي طحنات ليا لتحت مزيان كنطلعها الفوق وكنعاود نطحن هذيك اللي طلعت الفوق. هذه الخبيزه ديالي مني طحنتها، ما تحاولوا ما ترقوهاش بزاف ما تنيلوهاش بزاف. كناخذ نضيف على كاس ديال الماء قطع ديال الحامض، واحد 4 القطعات ديال الحامض غير الحامض العادي، وواحد الكنبوش صغير ديال الثومه، قزبر ومعدنوس تقريبا نص ربطه. كنسد عليها في الكوكوت، ما كندير لا عطريه لا والو. هذه الطريقه سهله وكتحتفظ على المنافع ديالها بلا ما نبخروها. كنسد عليها كندير صفاره وكنحسب ليها حتى كتصفر الصفاره على عافيه مهيله 15 دقيقه ولا تولد ساعه، يعني 20 دقيقه ها هي طابت من بعد من دازت 20 دقيقه وجدات ما فيهاش الماء نهائيا، طابت في الماء ديالها. في مقله كندير زيت الزيتون، تقريبا راه درت هنايا كاس الا ربع ديال زيت الزيتون. الا راه كتبغي زيت الزيتون حاولوا ما تخلطوش زيت الروميه مع زيت البلديه، ديروا غير زيت الزيتون. وكنهزها وكنحطها في هذيك المقله باش نضيف ليها العطريه كامله. هاد الطريقه عمليه وطريقه سهله وجات بها روعه ولذيذه بزاف. كنتمنىكم تجربوا هاد الطريقه، لان ديك الطريقه ديال الطبخار المنافع ديالها كامله كيمشيو في طبخار وكتاخذ منكم الوقت. هذاك الكنبوش اللي سلقت معاها كان معكم بهاد الطريقه،
كنعسو مزيان مع اللب ديال الحامض. انا درت لب ديال حامضه، حامض مصير، وهذاك القشره كنحتفظ بها للتزيين. انا درت معلقه صغيره ديال سكنجبير، معلقه كبيره ديال التحميره بابريكا، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم عرق، شويه ديال الابزار لانني عندي السودانيه ولا الهريسه اللي توفرت، كتبغي هي الحار وكتبغي المصير، والثومه هذا هو اللي يتواتى مع هاد البقوله. هنا يدير شويه ديال الهريسه ديال الحار والملحه، ما تكثروش الملحه لان الحامض مصير، وعندير واحد المعلقه ديال مركز الطماطم حتى تذوقوا تشوفوا القياس ديال الملح. صافي كنشحر هاد البقوله ديالي في هاد زيت الزيتون والعطريه مزيان تشربها، وكناخذ واحد الكميه ديال، خديت واحد تقريبا شويه ديال زيت الزيتون ديال الدار الطبيعي ديال الدار، وقطعته قطع صغار وكنضيفه على هاد البقوله. بالنسبه للكمون كنضيفه حتى للاخير، ضفتوه مع واحد شويه ديال ثومه غبره الا كانت متوفره، الا ما كانت متوفره ما ديروهاش، غير اضافه. هنايا زدت الكمون، عندي الكمون، وراه كتصحوا الذوق بالملح، كتشوفوا القياس ديال الملح. صافي وهي موجوده عندي، خاص ما يكونش فيها نهائيا حس الماء، غير زيت الزيتون الا بغيتوا تضيفوا واحد شويه من الفوق. هذه هي البقوله ديالي، حضرتها انا كمقبل، نحضرها مع الحوت نشاركوا معكم. مقبل كيجي رائع وكيتكال مع الحوت في هذا البرد. بالنسبه هنا للعطريه اللي درت ديال الشرموله ديال الحوت، درت هنايا بصله حكيتها، قزبر ومعدنوس، حامضه عصرت نص ديالها، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الملح. شويه ديال الزيت، زيت المائده، كنخلط الكل وكنشرمل فيه هاد الشطون او لانشوبه مع السردين. وبالنسبه للحوت الابيض ما كنديرش ليه العطريه، كندير ليه غير الابزار ومليحه، كندوزو في الطحين وكنقليه هو الاول. وبالنسبه للحوت هذا السردين ولانشوبه كنخليهم هما اللي انا فيهم العطريه، ما نصبقهمش في القليان هو الاول، باش المقله ما طيحش ليا فيها العطريه ويعمر ليا الحوت الابيض بالعطريه. في مقلات كندير زيت الزيت تسخن مزيان، كندوز الحوت الابيض في الطحين ديال الفينو من الاحسن، مليحه وبزيره، وكنقليه. من بعد ما ساليت الحوت البيض كندوز نقلي الانشوبه، الانشوبه ما كتبغيش القليان بزاف، يعني ما كتبغيش انك تعطيها القليان بزاف باش ما تكرمش. هنايا راه غير الكاميرا عطاتها هذا اللون، ولكن هي راه مقليش بزاف. صافي وكيكون هذا هو الغديوه ديالي، حضرت طبق ديال الحوت مع مقبل ديال البقوله بطريقه سهله، يمكن لكم تقدموا كطبق رئيسي او كمقبل في هذا البرد، راه كيجي زوين ومفيد للوليدات والناس الكبار. نتمنى لا فيديو يعجبكم، تخلوا لي تعليق
كومونتير وبارطاجيو الفيديو اللي عجبكم مع الأصدقاء والأحباب ديالكم. بقولة سريعة في 10 دقائق كتوجد بدون مجهود. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.